السجن في تونس. جابوا لي وقتها كان قصة ما نحبش نذكر حتى ما نحبش نرجع. وقتها كان غير معنا التعام وكان كذا وحال تحليل وهيك. لا هذه لا لا حالة ما ليناش الجسد كان قلت لك ظاهريا أما مش نقولوا له ورينا فهمتني. وبالتالي ظاهريا الإنسان لبس لبس فيه ما عندوش ليش كل شيء وخرج بطريقة عادية هذا ليه. يعني كنت تسمح لي إضافة بسيطة إنه مثمة أحياناً الأمور الظاهرة نستدل بها على الأمور الخفية. أنا خاصة اللي أقنعني إنه فعلاً اللي بيتعرض تعذيب هو إنه تبسمه مرات وضحكته مرات وغيره. هذا ما حسسنا إنه الشخص هذا مرتبك. لو كان طالوا التعذيب وخاف إلى درجة ربما لما ضحك ولا ما تبسم أو غيره. هذا نحن كوزارة اللي أقنعنا إنه فعلاً ثم يشغل التعذيب. شكرا فقط ان استعرض وان استفسر من السيد العميد سبب رفضي تقديم الاسمين اللذين ذكرتهما. ايرجع هذا الى قانون يضبط هذه المساله الى عرف جاري بين المحامين ام الى اجتهاد عندكم؟ فاذا كان مرده اجتهاد عندكم فعندي اقتراح سيرضيكم. هل يشمل هذه الاسماء اسم محامي له علاقه باسد الغاب؟ اسد الغاب. لا شوف انا ساجيبكم انه انا عميد عفوا جميل هذا انا عميد يعني ممنوع لي باش نقوم قضايا ضد زملائي مهنه قانون المهنه لا يمنع لي باش نقوم قضايا ضد زملائي مطلقا ما نجمش توا لا 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 ما لا لا يمكن حتى نقل الخبر ما نقولش لا وما عندناش لا غابه ولا بحر نحن فقط لو تذكر إضافة كلمات في هذا الموضوع لنكون واضحين وصرحاء. نحن تحدثنا في هذا الموضوع واتفقنا على أن سياق هذه الندوة ليست في إطار الرد ولا التجاذب مع أي ندوة أخرى ولا مع أي طرف آخر. يعني بوضوح المحامين اللي عملوا ندوة صحفية وقالوا راهو في وضع حرج بسبب تعرض تعذيب كذا الندوة هذه ماهيش رد عليهم. الندوة هذه في إطار الوفاء أصالة بالتزاماتنا اللي هو كما قال السيد عميد هذه أمانة سلمناها نحبوا نطمنوا عليها. ونطمنوا عليها مش في إطار رقابة على أشقائنا في ليبيا ماناش نعطيو فيهم في دروس. وإنما في إطار مصلحة تونس ومصلحة ليبيا ومصلحة الثورة التونسية ومصلحة الثورة الليبية لأنه الثورة ماهيش فقط إسقاط لنظام وإسقاط لمنظومة هي أيضا قيم. من بين هذه القيم هي حقوق الإنسان هي الحرمة الجسدية والمعنوية للسجين مهما كانت تهمته. يعني باختصار ثم زوز أسماء قالوا ما يحبوش ينوبوني ولكن في هذه الندوة لم تذكر هذه الأسماء. في رأي موقع رويت عندي زوز سؤال سعف سلطان موسى سيد العميد وسؤال سيد الوزير سمير الدين. بالنسبة لسيد العميد عبد السلطان بن موسى حبيت نسأل نعرف كلنا اللي فيما يتعلق بالفصل في قضية بغداد المحمودي بالذات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية كنا تحصلنا في موقع نويت على وثيقة من المحكمة الإدارية تقول أنه تم البدء في القضية هذه وأنه حكمت المحكمة الإدارية لصالح السيد الرئيس المصف المرزوقي. يعني إلى اليوم ما خرجتش معناتها الحكم تاع المحكمة الإدارية وإلى اليوم المجلس التأسيسي ما عاودش حكاية معناتها على الحكاية هذايا. يعني ما مصير هذا الحكم اللي موجود في رفوف المحكمة الإدارية. بالنسبة للسيد سمير ديلو نحب نسأل كان صرح السيد بشير السيد أنه هناك عديد المطلوبين من طرف القضاء الليبي مازالوا موجودين في التراب التونسي، هل ستسعى الدولة التونسية إلى تسليمهم على غرار ما فعلت مع البغدادي المحمودي أم لن تسلمهم إلى السلطة الليبية وشكرا؟ بالنسبة للسؤال الأول يعني المحكمة الإدارية أخذت قرارها بعد ما سلم يعني كيف سيطبق هذا؟ نقول ما عادش فيه ما عادش الموضوع نقاش هذا. الان سلم والمحاكم كيفاش باش تكون هذا ربما يولي موضع اخر. في النزاع بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه السي حمادي جبيلي المحكمه الاداريه حكمت لصالح هذا ما عادش دخل فيه احنا لم يتم نشر هذه ربما هذا موضوع سياسي ربما. اذا تسالني عن الطقس نجم نجاوبك ولكن مش في المناسبه هذه يعني ندوة صحفية عندها موضوع محدد. أي سؤال آخر أي سؤال نجم نجاوب عليه ولكن مش بالضرورة في التوقيت هذا. والأسئلة العامة عادة جاوبتها بديهية. يعني شو تحب نقول؟
لا اذا كان نشدوا مجرم مطلوب ما نوقفوش وما نسلموش. نحن ملتزمين بالتزامين اثنين ونسعى الى التوفيق بينهما، والتوفيق مش دائما سهل. اولا التزام راسخ وواضح، ما فيش صفقات تحت الطاوله، هو انه ما عندناش حتى مشروعيه اخلاقيه ان نطالب بتسليم الرئيس الاسبق بن علي ونرفض تسليم المسؤولين الاعلاميين اللي طالبين بثورات اخرى. حتى ليبيا عندها بن علي نتاعها طالبين، ما نجموش نعلن به لانفسنا ما نمنعه عن غيره. هذا التزام واضح وصريح وليس فيه جدال. تبقى للوفاء بهذا الالتزام ثم اعتبارات قانونيه، ثم اعتبارات واقعيه، ثم اعتبارات امنيه، ثم كلام. احنا مطلوبين توانسه في تونس واحيانا ما زلنا ما وضعناش اليد عليها. فما بالك بالاجانب، الله اعلم ظروفهم وين، ولكن اذا كان السلطات التونسيه تتوصل للقبض على فريق من العداله في اطار الاجراءات القانونيه تبقى عليهم القانون. تذكروا جيدا، ولكن ربما الناس ينساوا أنه وقت اللي تسلم البغدادي المحمودي قالوا كيفاش وتونس هذه استثناء في العالم وكذا. شوفوا من وقتها لتوا شكون المسؤولين الكبار اللي تسلموا، اللي تسلموا من موريتانيا واللي تسلموا من مصر وثم قائمة أخرى. وهذا التزام دولي لأنه أصبح واضح الشعوب التي عادت من مقتضيات نجاحها في بناء ديمقراطية وليدة جديدة هو أنه تصفي تركة الماضي. تصفية تركة الماضي عندها أبواب عديدة، من بينها أنه من أجرم يعاقب في إطار احترام القانون، في إطار احترام حق الإنسان. أنا سيد الوزير كان تسمح لأن الأخ اللي يسأل ذكرني أنا بسؤال طرحته على السيد بغداد المحمودي نسيته، أنه قلت له هل أنت عاتب على تونس حينما سلمتك للسلطات الليبية؟ أجابني قال هذا من الماضي، وأنا حتى في هروبي لم يكن المقصود من ذلك الإفلات من المساءلة وعدم الوصول أمام القضاء، ولكن وقتها لأن الظروف الأمنية لا تسمح. وقال تحديدا أنا الآن بين أهلي وأخوتي بالليبية كما قال. سي سمير كنت تفضل تجاوبني على السؤال اللي طرحته السي عبد الستار بن موسى فيما يتعلق بالقضية السياسية والتي حكمت فيها المحكمة الإدارية لصالح رئيس الجمهورية وليس لرئيس الحكومة. أنت مصر على الجواب؟ وانا ملح على انه في ظرف اخر لانه الموضوع اليوم لا يتعلق بهذا الموضوع. شفنا اخر التطورات القانونيه فيما يتعلق بملف قضيه البغدادي المحمودي، وهل يمكنك ان تطمئننا على صحته يعني اليوم بحكم انك كنت موجود وكنت شاهدته؟ حسب تصريحه يعني لم يتعرض للتعذيب الجسدي، وحسب حتى ظاهر معناها ظاهريا ما تعرضش للتعذيب. هذا ما اكده هو مرينا بتبع هذا الجسدي، التعذيب النفسي ربما يكون نعرفش. وبالنسبه للتطورات القانونية في اعتقادي أنه كما قلت لك خلال التحقيق حقه كان بصور محامي، ثم أيضا عنده قضية جنائية نهار 3 أفريل، ثم عنده قضايا أخرى كلها من أجل الاستيلاء، يعني ما سلم من أجله تحريض على الاغتصاب ما زال لحد الآن، وهذا فيه يخالف مجلة الإجراء التونسي. لابد معناها إذا كان مشاقة تتبعه من أجل جرائم أخرى لابد فصل 28 لابد أنه موافقة صريحة من الحكومة التونسية من أجل جرائم سابقة، وهي الاستيلاءات هذه كلها جرائم سابقة عن التحريض عن التحريض على الاغتصاب. سعف ستار الزيارة هذه اللي قمت بها كرابطة تونسية لدفاع حقوق الإنسان إلى جانب وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، هل ستريها زيارات أخرى في إطار متابعة ملف البغداد المحمود؟ هذا نقطة الأمر بطبيعة الحال، نحن في إطار معناها المحاكمة العادلة وضمان محاكمة وفق المعايير الدولية، علاش لا؟ معناها لابد احنا وهو بيدو طالب من مكونات المجتمع المدني تزور وتحرص على ان المحاكمة تكون عادلة. باش نختم باش نعاود نطرح عليك نفس السؤال فيما يتعلق بقرار المحكمة الإدارية اللي كان صدر واللي كان أنصف الرئيس المنصف مرزوقي، اليوم علاش المحكمة الإدارية لم تقم بنشر هذا القرار؟ ونعرف جيدا انه معناتها سيكون له كلمة الفصل فيما يتعلق بملف قضية شوف قرارات المحكمة الإدارية غالبا ساعة ما تطبقش، وخاصة توا معناها مش طبق كيفاش باش يرجعوه يجيبوه، يعني نشوفوا معنا سبق السيف والعذل توا ما عادش معناها، فهمتني؟ يستحيل. لكن قد يكون يعني نافذ فيما يتعلق ببقية الليبيين الموجودين في تونس والمطلوبين على ذمة القضاء الليبي. هذا موضوع قضائي يعني،
وربما أكثر منه يتعدل هذا موضوع سياسي أكثر من موضوع قضايا. يمكن في قرار التسليم السؤال من قبل إذا كان عنا ليبيين هنا من عرش هنا أنت في هو تصريح سي بشير السيد يقول أنه مازال إذا كان ثم ليبيين هنا وقتها يولوا تبقوا قرار المحكمة الإدارية.